الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخذنا في الجمعة الماضية حق المسلمين، واليوم نأخذ إن شاء الله حق الوالدين، والأدلة على حقهما كثيرة، فقد أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على الأدب مع الوالدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاته. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن ابي سعيد الخدري ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك احد من اليمن؟ قال: ابواه. قال: اذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع اليهما فاستاذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وغيرها من النصوص. عباد الله، من أكثر الحقوق الخاصة حق الوالدين الذي أمر الله به في عدة آيات، وقرن حقهما بحقه ونبه على السبب في ذلك في قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه التربية التي اختص بها الأبوان رتبتها عظيمة. أولاً تسبب في اجتماعهما في وجودك، فوجودك أثر بسببهما، والوجود أصل النعم وأساسها. ثم حملتك الأم في بطنها مدة الحمل، ووضعتك كرهاً ووهناً على وهن، ثم غذتك وباشرت حضارتك وملاحظتك وإزالة الأغرار عنك وعمل المصالح، وهي في ذلك مبسوطة ممنونة لما في ضميرها من الحنان والشفقة التي لا نظير لها إلا رحمة الله التي هي منها. وكم أسهرت ليلها وأقلقتها، والأب منذ كنت في بطن الأم وهو يجري عليك النفقات، وبعد وضعك ضاعف ذلك، ولم تزل في تربيتهما البدنيه والماليه والارشاد الى مصالحك الدينيه والدنيويه حتى اكتمل عقلك وقوتك، ووجب عليك من الحق العظيم لهما شيء كثير من القول الكريم والاحسان المالي والخدمه البدنيه والخضوع لهما وطاعتهما بالمعروف والتوقير لهما وكف الاذى اليسير والكثير بالقول والفعل والدعاء لهما والشكر لهما والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البذل والتكريم وقضاء حاجاتهما والدين الذي عليهما أحياء وأموات، وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما، وإكرام صديقهما،
صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهاتهما ليجتمع لك البر والصلة. وحقوق الوالدين كثيرة، ولكن ضابطها ما ذكره الله في كتابه، فإنه أمر بالإحسان إليهما، وذلك شامل لكل إحسان بجميع وجوهه، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فكل ما عده الناس إحسانا فهو داخل في الإحسان المأمور به. تنبيه مهم جدا. روى ابن ماجة بسنده عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح، يعني يأخذ مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. يفهم بعض الناس أن هذا الحديث على إطلاقه، وهذا ليس بصحيح، فالحديث مقيد بالحاجة وبما لا ضرر على الابن فيه، وقد دلت النصوص على ذلك. ومن ذلك فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. قال الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة: وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعلى جميع موتى المسلمين: فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، ومن مال بنته كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أما ما يضره يمنع. فإذا أخذ من ماله أو من مهرها شيئا يحتاجه الوالد ولا يضرها ولا يضر الولد أو الذكر فلا بأس بذلك. فعلينا بمعرفة حقوق الوالدين علينا والقيام بها، ونربي الأبناء عليها، ونحث من يعز علينا إليها، لنسعد في الدنيا والآخرة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن أحسن يحسن إليه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.